الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية. اليوم سنقوم بحل التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات للسنة الأولى متوسط. نبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول يقول: اكتب الأعداد العشورية التالية على شكل كسور عشورية، ثم رتب هذه الأعداد العشورية ترتيبا تصاعديا. الآن أولا، أول مطلب قال لي أكتب هذه الأعداد العشورية على شكل كسور عشورية. كيف؟ أولا مثلا لدي العدد العشوري 6.133، ماذا أفعل؟ أكتبه هكذا بدون فاصلة، بدون فاصلة، هكذا بدون فاصلة، ثم أضع خط الكسر، أضع خط الكسر، ثم أحسب عدد الأرقام، عدد الأرقام هنا أو وراء الفاصلة. هنا أحسب عدد الأرقام، لدي 1، 2، 3، لدي 3 أرقام، ماذا أفعل الآن؟ أكتب 1، 2، 3 أصفار، أكتب 3 أصفار ثم أضع 1، هكذا 6133 على 1000. هذا هو عبارة عن كسر عشري. لماذا؟ لأن مقامه، ما هو المقام؟ المقام هو هذا، لأن مقامه عبارة عن 1000. نحن قلنا بأن الكسر العشري هو الكسر الذي مقامه هو عبارة عن 10، 100، 1000، 10,000، ونكمل على هذا المنوال. الآن 3.4، نكتب 34 أو ننزع الفاصلة تصبح 34، نضع خط الكسر ثم نحسب عدد الأرقام، ثم نحسب عدد الأرقام، لدينا رقم 1 إذا نضع 0.1، ثم نضع 1، 34/10. الآن 93.105، أكتبه بدون الفاصلة، ماذا يصبح؟ يصبح 93,105. أضع خط الكسر، خط الكسر، ثم أحسب عدد الأرقام هنا، لدينا 1، 2، 3 أرقام، 3 أرقام، إذن أضع 3 أصفار ثم 1، إذن 93.105 هو عدد عشوري، عندما حولناه إلى كسر عشوري أصبح 93,105 على 1000. الآن 0.7، هنا لدينا عندما ننزع الفاصلة ماذا تصبح؟ تصبح 0.7. صفر هنا عندما يكون الصفر هنا لا ننطقه أو لا نقوله، لدينا نقول 7 فقط، 7. الآن نضع خط الكسر، ثم كم عدد الأرقام هنا؟ لدينا رقم 1، إذن نكتب 0.1 ثم 1، 7/10. الآن 102.24، نكتبه بدون فاصلة فيصبح 10,224. الآن نضع خط الكسر، نضع خط الكسر، ثم نحسب عدد الأرقام هنا، لدينا 1، 2 رقمان، إذا نضع 1، 2 ثم 1. الآن لدينا 12.26، 12.26 نكتبه بدون فاصلة، ماذا يصبح؟ يصبح 1,226. نضع خط الكسر، خط الكسر الآن، ثم نحسب عدد الأرقام هنا، عدد الأرقام هنا هو 1، 2، لدينا رقمان، إذا نحسب 1، 2، نضع صفران ثم نضع 1. الآن قال لي رتب هذه الأعداد العشورية. نلاحظ هنا ماذا قال لي؟ قال لي
الأعداد العشرية، أي هاته وليس الكسور. لا، قال لي الأعداد العشرية أي هاته. ترتيبا تصاعديا، ما معنى ترتيبا تصاعديا؟ ترتيبا تصاعديا أي من الأصغر إلى الأكبر. الآن نبدأ الترتيب. أولا، عند ترتيب أعداد عشرية أو عند مقارنة أعداد العشرية نبدأ بالعدد الطبيعي. نبدأ بالعدد الطبيعي. ما هو العدد الطبيعي؟ العدد الطبيعي هو هذا، هنا مثلا 102، هنا 12، هنا 0. نبدأ بالعدد الطبيعي. الآن نبدأ بمقارنة العدد الطبيعي. هكذا نبدأ بمقارنة العدد الطبيعي. ماذا نقول؟ مثلا أصغر عدد طبيعي هنا هو 0. إذا نكتب 0، نكتب 0.7، ثم نضع الرمز. نضع الرمز، أي رمز نضعه؟ نحن نرتب من الأصغر إلى الأكبر، إذا سنضع رمز أصغر. لماذا؟ لأننا نرتب من الأصغر إلى الأكبر. 0.7. الآن 0.0، ثم لدينا 3. العدد الطبيعي الأكبر من هنا هو 3، ثم لدينا 3.4. 0.7 ثم 3.4، نضع الرمز الآن. ثم لدينا 6.133، نضع الرمز أصغر ثم نكمل. الآن بعد 6 لدينا 12.26، نضع الرمز. ثم تبقى لنا عددان وهما 93.5 و 102.24. من الأصغر هنا؟ نحسب العدد الطبيعي أو نقارن العدد الطبيعي. لدينا هنا 93 وهنا لدينا 102، من الأصغر؟ 93. نكتب 93.105، ثم العدد العشري الأكبر والأخير هو 102.24. ها قد أكملنا الترتيب. الآن قال لي أكمل التحويلات التالية. أكمل التحويلات التالية. الآن قال لي 0.75 كيلوغراما. 0.75 كيلوغرام، كم فيها من جرام؟ هنا لإكمال هذا التحويل سنستعين بجدول، بالجدول. في هذا الجدول لدينا، أو في جدول الغرام لدينا، الغرام هو الوحدة الأساسية. للغرام مضاعفات وأجزاء. مضاعفات الغرام هي الديسغرام، السنتيغرام، ميليغرام، ومضاعفاته هي ديكاغرام، الهكتوغرام، الكيلوغرام، القنطار، والطن. لدينا 0.75 كيلوغرام. نكتب في الجدول 0.75 كيلوغرام، كم فيه من جرام؟ أين هي خانة الجرام؟ ها هي. نكمل بالأصفار حتى نصل إلى خانة الغرام، ثم ننزع الفاصلة. ننزع الفاصلة. وماذا تقول القاعدة؟ تقول إذا كان الصفر في أكبر مرتبة لا نقرأه، لا نقرأه. هنا نقول 750 جرام. نكتب 750 جرام. الآن ماذا قال لي؟ قال لي ثلث ساعة كم فيها من دقيقة؟ أو
ثلث أوغ، أوغ هي ساعة باللغة الفرنسية. كم فيها من مينوت؟ مينوت هي دقيقة باللغة الفرنسية. الآن الساعة الواحدة، الساعة الواحدة نعرف بأن فيها 60 دقيقة. الآن ثلث ساعة، ثلث ساعة أي مقسمة، أي هذه الساعة نقسمها إلى 3 أجزاء. ساعة هي عبارة عن 60 دقيقة، إذا 60 دقيقة مقسمة إلى 3 أجزاء أو 60 قسمة 3 كم نساوي؟ تعطينا 20 أو 20 دقيقة. ولنتأكد، 20 عندما تكرر 3 مرات أي 20 و20 و20 كم تعطينا؟ تعطينا 60 دقيقة أو ساعة. تعطينا 60 دقيقة أو ساعة. إذا ثلث ساعة أو ثلث أوغ يساوي 20 فان باللغة الفرنسية مينت. الآن ربع لترين، ربع لترين كم فيه من سنتيلتر؟ أولا يجب علينا أن نحسب كم من سنتيلتر في اللتر، أو اللتر كم فيه من سنتيلتر. هنا يجب أن نستعين بجدول السعات. جدول السعات الوحدة الأساسية فيه هي اللتر. لللتر مضاعفات وأجزاء، من مضاعفاته الهكتوليتر والديكاليتر، ومن أجزائه الديسيليتر، السنتيليتر والمليليتر. الآن يجب أن نحول 1 لتر، يجب أن نحول 1 لتر إلى السنتيليتر. كيف أو ماذا نفعل؟ هنا سوف نكمل بالأصفار. كيف نكمل بالأصفار؟ هكذا حتى نصل إلى خانة السنتيلتر. إذا 1 لتر فيه 100 سنتيلتر. هو قال لي ربع لتر، إذا هذا أو 100 سنتيلتر مقسمة إلى 4 أجزاء أي 100 قسمة 4. كم تعطينا؟ 100 قسمة 4 تعطينا 25. إذا النتيجة هي 25. وللتأكد 25 مكررة 4 مرات أو 25 و25 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 كم تعطينا؟ تعطينا 100 سنتيلتر. الآن قال لي 725 مترا. كم فيها من متر وكم فيها، كم فيها من ديسيمتر؟ هنا سنستعين بالجدول أو جدول الأطوال. هنا قال لي 725 سنتيمتر، نكتبها في الجدول 725 سنتيمتر. كم فيها من متر؟ أين هي خانة المتر هنا؟ ها هي خانة المتر. إذن هنا عندما أحول من وحدة صغيرة إلى وحدة أكبر ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أضع الفاصلة. أين أضع الفاصلة؟ أضع الفاصلة في الوحدة المطلوب مني التحويل إليها. الوحدة المطلوب مني التحويل إليها هنا هي المتر، إذا أضع الفاصلة في خانة المتر وأقرأ أقول 7.25. 7.25 متر. الآن كم فيها من ديسيمتر؟ أعيد الكتابة، أعيد كتابة هذا. 725 سنتيمتر عندما يعطيني تساوي المرة الثانية يعني أنني سأحول هذا الطول المعطى لي أو الطول الذي أعطاه لي إلى الوحدة الثانية، أي سأحول 725 سنتيمتر إلى الديسيمتر. أحول الآن، أين هي خانة الديسيمتر؟ هنا نحول من وحدة صغيرة من سنتيمتر إلى ديسيمتر، إذا سنضع الفاصلة في الخانة المطلوب مني التحويل إليها.
أي هنا الخانة المطلوب مني التحويل إليها هي الديسيمتر. إذا نضع الفاصلة في خانة الديسيمتر أو 72.5 ماذا؟ ديسيمتر. نكتب 72.5 ديسيمتر. الآن تمرين ثالث، ماذا يقول؟ يقول يملك فلاح حقلا. يملك فلاح حقل طوله 80 مترا ومساحته 1800 متر مربع. 1800 متر مربع. احسب عرض هذا الحقل. احسب عرض هذا الحقل. اولا مثلا الحقل، مثلا الحقل مستطيل الشكل. ما هي مساحة المستطيل؟ مساحة المستطيل هي عبارة عن الطول. ما هو الطول هنا؟ هو 80. هي عبارة عن الطول. الطول وهو 80 متر في العرض. العرض لم يعطيه لي. ويساوي كم يساوي؟ يساوي المساحة. المساحة هنا هي 2800 متر مربع. دائما الوحدة الأساسية لقياس المساحة هي المتر المربع. الوحدة الأساسية لي، مثلا لدينا الوحدة الأساسية لقياس، الوحدة الأساسية لقياس المحيط. هذه كمعلومة فقط. المحيط، الوحدة الأساسية لقياس المحيط ما هي؟ هي المتر. والوحدة الأساسية لقياس المساحة ما هي؟ هي المتر. المتر المربع، أي متر وفوقه 2 هاته. أما الوحدة الأساسية لقياس الحجم، لقياس الحجم هي المتر. المتر المكعب. الوحدة الأساسية لقياس المحيط هي المتر. الوحدة الأساسية لقياس المساحة هي المتر المربع. والوحدة الأساسية لقياس الحجم هي المتر المكعب. هكذا. الآن هكذا لدينا الطول. الطول في العرض ويساوي المساحة. الآن العكس ماذا أعطاني؟ أعطاني هنا ماذا أعطاني؟ أعطاني الطول وأعطاني المساحة، لم يعطني العرض. إذن أيضا العملية ستكون العكس. ستكون العكس. كيف سنعكس؟ تصبح 2800 قسمة 80. هكذا نجد العرض. مثلا نقوم بالعملية 2800 قسمة 80 ويساوي. الآن نقوم بالعملية. نقوم بالعملية. الآن 280 قسمة 80 ويساوي 3. 3 في 80 ويساوي 240. 280 ناقص 240 ويساوي 40، أو 0 ناقص 0 يساوي 0. 8 ناقص 4 يساوي 4. الآن ننزل الصفر، تصبح 400. 400 قسمة 80 كم تعطينا؟ تعطينا 5. 5 في 80 تعطينا 400 ويساوي 400 ناقص 400 يساوي 0. النتيجة هي 35. 35 عرض هذا الحقل. أكتب عرض هذا الحقل هو 35 متر. الآن لدينا التمرين الرابع.
التمرين الرابع يقول لاحظي الشكل المقابل ثم أكملي الفراغ بما يناسب. ها هو الشكل المقابل، ها هو. الآن نكمل الفراغات. قال لي طول قطعة المستقيم AB هو كم؟ أين هي AB أولا؟ AB هي عبارة عن قطعة مستقيم. ما هو طولها؟ هو ماذا قال لي؟ قال لي هنا 3 سنتيمتر، هنا 3 سنتيمتر، وهنا نفس الشيء. عندما يعطيني خطان هكذا، إذن هما عبارة عن نفس الشيء. هنا أيضا 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر زائد 3 سنتيمتر كم تعطينا؟ تعطينا 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر، إذن 6 سنتيمتر هو طول القطعة المستقيمة AB. الآن هي ماذا بالنسبة لقطعة المستقيم AB؟ أين هي أو؟ أو ما هي بالنسبة لقطعة المستقيم AB؟ هنا حسبنا 3 سنتيمتر ووضعنا أو، ووضعنا النقطة أو، وهنا حسبنا 3 سنتيمتر ووضعنا النقطة أو. إذن هي منتصف، هي منتصف. الآن المستقيم F والقطعة المستقيمة AB كيف هو؟ المستقيم F هذا المستقيم والقطعة المستقيمة AB هما متوازيان، متوازيان. نكتب متوازيان. أما المستقيم D والمستقيم F، المستقيم D والمستقيم F فهما ماذا؟ هما متعامدان، متعامدان أو يشكلان زاوية قائمة، متعامدان. الآن المستقيم D، المستقيم D والقطعة المستقيمة AB، المستقيم D والقطعة المستقيمة AB هما متعامدان لأنهما يشكلان زاوية قائمة. نكتب متعامدان. الآن القطعتان المستقيمتان OA و OB، OA هاته و OB، ما بهما؟ ما بهما؟ قال لي هنا 3 سنتيمتر وهنا 3 سنتيمتر. لهما نفس الطول، لهما نفس الطول. القطعتان المستقيمتان O A و O B لهما نفس الطول. الوضعية الإدماجية، الوضعية الإدماجية تقول انطلقت سيارة من مدينة الجزائر العاصمة على الساعة 8:20، وصلت إلى مدينة باتنا على الساعة 21:00 مساء. الآن قال لي ما هي مدة السير؟ مدة السير هو الفرق بين 21:00 و28:00. هذه السيارة انطلقت من مدينة الجزائر إلى باتنا، ذهبت على الساعة 8:20 ووصلت على الساعة 21:00 مساء. ما هي مدة السير؟ أو كم مشى هذا الشخص من مدينة الجزائر إلى مدينة باتنا؟ هنا سنقوم بعملية الطرح. نطرح لدينا 13 ساعة أو 1 مساء و20 دقيقة ناقص 8 صباحا و20 دقيقة ويساوي، هنا نكتب الدقائق، مينوت أو الدقائق، 0 - 0 ويساوي 0، 2 - 2 ويساوي 0.
الآن نكتب الساعات أغ باللغة الفرنسية أغ. الآن 3 ناقص 8 لا نستطيع، فنضيف الواحد، نضيف الواحد تصبح 13 ناقص 8. نضيف الواحد وننزله، لدينا 13 ناقص 8 ويساوي 5. الآن 1 ناقص 1 ويساوي 0. هنا وجدنا 5 ساعات. نكتب الآن العملية الأفقية، 21 دقيقة مساء ناقص 28 دقيقة صباحا ويساوي كم وجدنا؟ وجدنا 5 ساعات. 5 ساعات مدة السير هي، مدة السير هي 5 ساعات. نستطيع أن نكتب 5 ساعات أغ هكذا باللغة الفرنسية، أو باللغة العربية ساعات عادي. الآن قال لي ما هي المسافة بين المدينتين، أي مدينتين بين الجزائر العاصمة وباتنا، علما أن سرعة السيارة، سرعة السيارة التي انطلقوا بها من الجزائر إلى باتنا هي 80 كيلومتر في الساعة. الآن أولا يجب علينا أن نكتب القاعدة. القاعدة هنا عن ماذا نبحث؟ نبحث عن المسافة، أو المسافة بين الجزائر العاصمة وباتنا. المسافة ماذا تساوي؟ المسافة تساوي السرعة، السرعة في الزمن، تساوي السرعة في الزمن. أي السرعة هنا ما هي؟ السرعة هي 80 كيلومتر. قال لي أن سرعة السيارة، سرعة السيارة هي 80 كيلومتر، والزمن قلنا مدة السير هي 5 ساعات. الزمن هنا هو 5 ساعات. إذن ما هي العملية التي سنقوم بها؟ هنا سنقوم بعملية الضرب، نضرب السرعة وهي 80 كيلومتر في الزمن وهو 5 ساعات، ويساوي نقوم بالعملية 80 في 5 ويساوي 5 في 0 ويساوي 0، 5 في 8 يساوي 40، النتيجة هي 400. النتيجة هي 400، أي النتيجة كم نحسبها؟ بالكيلومتر. بالكيلومتر لماذا؟ لأن هنا قال لي سرعة السيارة هي 80 كيلومتر في الساعة، أو تقطع 80 كيلومتر في الساعة، أي 400 كيلومتر. إذا نكتب الإجابة، المسافة بين المدينتين هي 400 كيلو متر. المسافة بين المدينتين أو بين الجزائر العاصمة وباتنا هي 400 كيلو متر.